والربع من صوت لبنان. العناوين: الحوار يصاب برشح وزكام جنبلاط، بدء مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية. أو التغيير بيصير بالسياسي قبل الانتخابات، بحيث أن نذهب إلى الانتخابات رافعين عنوان واحد، اللي هو رفع الاحتلال الإيراني على لبنان، أو ما في جدوى لهذه الانتخابات. الدولار السياسي 9000 أو 40000، المدارس الرسمية مقفلة والخاصة نصف نصف. قرب فصل الشتاء والبرد، ما إلكن إلا شركة عادل بو حبيب وشركاه الاختصاصيين والأوائل بموضوع التدفئة والشفاج من أكثر من 50 سنة، وكلاء حصريين لأهم وأجود الشركات بمجال التدفئة والطاقة الشمسية والتبريد، وأهم ماركت دو ديتريش الفرنسي مع ضمان التوفير لغاية 30% بالمازوت والغاز والكهرباء. شركة عادل بو حبيب وشركاه رائدي بمجال التدفئة الأرضية فلور هيتينج، وهي وكيلة ماركت هينكو البلجيكية الأولى بأوروبا. الأسعار مدروسة والصيانة بعد البيع متوفرة. شركة عادل بو حبيب وشركاه، جديدة المتن، نهر الموت مقابل جسر السيتي مول. تليفون 01-87-00-87-01-87-00-82 أو 94. رشح وزكام: بهذا العذر ينضم رئيس التقدم وليد جنبلاط إلى معارضي طاولة الحوار التي في بال رئيس الجمهورية، ممهدا لها بلقاءات ثنائية اليوم وغدا مع القيادات. حتى هذه متعذرة مع 3 على الأقل: سعد الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط، والأخير يريدها بعد استئناف جلسات الحكومة ودون شروط مسبقة إيزانا بإطلاق ورشة العمل، وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق ما جاء في تغريدة جنبلاط. اللقاءات الثنائية تبدأ إذن مع رئيس المجلس نبيه بري، في وقت ذكرت المعلومات أن رئيس تيار المرادة سليمان فرنجي قد يتجاوب مع الدعوة إلى الحوار بشقيه الثنائي والموسع، احتراما لموقع رئاسة الجمهورية وانسجاما مع موقف حليفيه أمل وحزب الله. أما لقاء الحكومة مجتمعة فيبقى بعيد المنال، رغم سعي رئيسها نجيب ميقاتي إلى دعوتها للانعقاد حالما يتسلم مشروع قانون الموازنة في غضون أسبوعين، ولو بمشاركة وزير المال يوسف خليل بصفته وزيرا معنيا بإعداد الموازنة والدفاع عنها، وليس بصفته وزيرا سياسيا يمثل أحد طرفي الثنائي الشيعي. حزب الله تابع هجومه على دول الخليج، وهذه المرة على لسان رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين، الذي غمز من قناة التماهي بين المصالح العربية والإسرائيلية. بعض الدول الخليجية يقول أن وجود حزب الله يهدد الأمن القومي الاستراتيجي في العالم العربي. هذا آخر تكذيب. أمريكا، إسرائيل، الغرب، العالم كله يقول ويعترف اليوم، وهذا عمره نفتخر به، أن وجود حزب الله يهدد الأمن القومي الاستراتيجي للكيان الصهيوني. فكيف يكون حزب الله يهدد الأمن القومي الاستراتيجي للعالم العربي إلا في حالة واحدة: إذا كان الأمن القومي الاستراتيجي لإسرائيل هو نفس الأمن القومي الاستراتيجي للعالم العربي في نظر هؤلاء، ويبدو هكذا. ورد الدكتور فارس سعيد عبر صوت لبنان على السيد صفي الدين، مذكرا إيران وحزب الله بالمفاوضات التي يسعون إليها من فوق الطاولة ومن تحتها لقطف نتائج السلام في المنطقة. كل العالم يدرك ويعرف بأن إيران هي التي تفاوض الولايات المتحدة اليوم، وبأن إيران ومعها حزب الله هم الذين يفاوضون ويحددون قواعد الاشتباك مع إسرائيل، وهم الذين
يركضون من أجل أن يكون هناك سلام بينهم وبين إسرائيل، من أجل أن يحققوا مكاسب جراء هذا النضال الطويل اللي هن بيعتبروه بمواجهة إسرائيل. هن بيعتبروا أنه هن عملوا حرب وهن عندهم القدرة أن يعملوا السلام، وبأنه قطف ثمار السلام يجب أن يعود إلى حزب الله ويجب أن لا يعود للآخرين، وبالتالي المشروع لأنهم هن ممنوع على غيرهم، وهذا ما هو مرفوض. اثنين، هن ألغوا لبنان. شو بدي أنا بكل العالم العربي؟ حضورهم بلبنان ألغى لبنان، ألغى هوية لبنان. هن بشكلوا اليوم على لبنان خطر مش بس عسكري وأمني، خطر إيديولوجي، خطر على أسلوب عيشنا، خطر على مستقبل أولادنا، خطر على هوية هذا البلد، خطر على التنوع الطائفي اللي موجود بلبنان. هن عم بيغلبوا طائفي وفريق على جميع الطوائف وعلى جميع الأفرقاء بلبنان، وعم بيجعلوا من نفسهم حزب مميز حاكم بيجي لعنده رئيس الجمهورية تيقدر يتناكف مع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس النواب بيجي لعند حزب الله تيقدر يتناكف مع رئيس الجمهورية. في الانتخابات بدأت اليوم مهلة تقديم الترشيحات التي تنتهي في 15 من آذار. حزب الله وحركة أمل يسترجعان تحالفهما وفق تقاسم المقاعد حسب ما أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن عز الدين. نحن مع الأخوة في حركة أمل في تحالف سياسي وانتخابي معا، ولذلك أهمية هذا التحالف هو أولا أنه يحصن الساحة الشيعية الوطنية التي تعمل لأجل مصلحة هذا البلد ومصلحة هذا الوطن. النائب السابق فارس سعيد دعا إلى وحدة الصف قبل خوض الانتخابات النيابية وقال لصوت لبنان: في شلل للدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، فرضوا حزب الله على اللبنانيين بشكل أنه جعل منا نحن كلنا ومعنا الجمهورية اللبنانية ومؤسساتها أكياس رمل في الصراع القائم بينه وبين العالم العربي من جهة وبين الخارج من جهة أخرى، وبالتالي وكأنه نحن محجوزين بجيب حزب الله وبجيب إيران تتحسن ظروف مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. إذا راحت باتجاه التفاوض وراحت باتجاه التفاهم بيحلن كل المشاكل بلبنان وبيسمحوا لحكومة لبنان أنها تجتمع وبيصير في انتخابات، وإذا ما حلوا كل المشاكل ما رح يعملوا انتخابات بلبنان، إضافة إلى أنه الانتخابات بحد نفسها بموازين القوى الحالية لا تصنع تغييرا، مع احترامي للمهر الدستورية ومع احترامي لإجراء الانتخابات ولكل المرشحين، أو التغيير بيصير بالسياسي قبل الانتخابات بحيث أن نذهب إلى انتخابات رافعين عنوان واحد اللي هو رفع الاحتلال الإيراني على لبنان، أو ما في جدوى لهذه الانتخابات. جاء قرار وزير التربية باستئناف الدراسة اليوم مبتورا بفعل موقف نقابة المعلمين وروابط الأساتذة في القطاعين العام والخاص الرافض العودة قبل تحقيق المطالب، ما جعل الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تختبئ وراء تفشي كورونا، وهي أعطت إدارة كل مدرسة حرية اتخاذ القرار المناسب بالفتح أو التسكير بالتنسيق مع مدارس المنطقة الجغرافية الواحدة، مع الإشارة إلى أن المدارس التي ستفتح أبوابها يجب عليها أن تتشدد وتتقيد بتطبيق البروتوكول الصحي. رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي دعا إلى تأخير فتح المدارس أسبوعا لتفحص حالات الإصابة واتخاذ قرار التعليم الحضوري في ضوء أعداد الإصابات. وكان عدد كورونا قد سجل 4780 إصابة و16 حالة وفاة، وبلغت حالات الاستشفاء للمصابين بكوفيد-19 694، بينها 361 في العناية المركزة و67 حالة مع تنفس اصطناعي. وفي تقرير حول نسبة التلقيح، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 45.2% والثانية 36.5% والثالثة 17%.
في سياق سعي الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد، وضع كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي جرابيس إيراديان سيناريوهين للبنان، الأول تفاؤلي قائم على السير بالإصلاحات، والثاني قاتم منطلقه استمرار الشلل الحكومي وعدم إجراء الانتخابات النيابية. السيناريو الزهري يقوم على وقف الاشتباك السياسي من خلال الحكومة والتقدم بسلة إصلاحية من صندوق النقد تمهيدا لتوقيع اتفاق قبل نهاية آذار المقبل، ويكون فاتحة تمويل للبنان من عدة مصادر بينها البنك الدولي وسادر. أما الإصلاحات فيجب أن تشمل إجراء مراجعة شاملة لحسابات البنك المركزي أو ما يعرف بالتدقيق الجنائي، وإقرار قانون الكابيتال كنترول وضمان استقلالية القضاء وتوحيد أسعار الصرف وإعادة تأهيل مؤسسة كهرباء لبنان ووضع حد للخسائر الناتجة عنها وإعادة هيكلة النظام المالي الذي سيشمل إعادة الرسملة ودمج البنوك وإنشاء شبكة أمان اجتماعي موسعة لتوفير الحماية القصوى للأشخاص الأكثر حاجة. هذا المسار مع ترافقه بتحسن العلاقات مع دول الخليج وتعزيز الصادرات اللبنانية إليها كما وعودة الاستثمارات الخليجية إلى لبنان من شأنه أن يوقف تدهور سعر الليرة إلى ما دون 20,000 للدولار وقد تصل تباعا إلى 9,000، كما من شأنه أن يرفع من معدل النمو ليصل إلى 4% ويخفض التضخم من 137 إلى 35%. أما السيناريو الداكن فيستند فيه إيراديان الذي عمل لدى صندوق النقد الدولي لمدة 17 عاما إلى مأزومية الوضع السياسي واستمرار التعطيل الحكومي وصولا إلى تعذر إجراء الانتخابات النيابية، ما سيجعل الدولار يحقق قفزات كبرى قد تقوده إلى حدود 40,000 ليرة مع استمرار تعدل أسعار الصرف وتدني احتياط مصرف لبنان إلى مدون 10 مليارات دولار. في المواقف استنكر البطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي بقاء مجلس الوزراء معطلا وقال في عظة الأحد: ندعو إلى أن تسترجع الشرعية اللبنانية قرارها الحر الواضح والقويم ووحدة سلطتها العسكرية، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمرة وتحافظ على مؤسساتها الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها. ليس من المقبول إطلاقا أن يواصل عدد من القوى السياسية خلق أجواء تشنج وتحد وخصام واستعداء واستقواء تثير الشكوك حيال الاستحقاقين، ومن غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف للتنفيذ، خصوصا أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعا. إنها جريمة أن يستمر تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة. غرد الدكتور فارس سعيد عبر حسابه على تويتر كاتبا: ينطلق اليوم من لبنان المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني. سعيد شرح لصوت لبنان الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها. هو ليس إطار يضاف على الأطر الموجودة، هو مكان للتراكم السياسي للمراكمة السياسية باتجاه هدف واحد، يعني هو استقلال الدولة وتحرير هذه الدولة من قبضة إيران، حتى يتسنى للدولة أن تتفضى إلى شؤون المواطنين وأن تقوم بإجراءات وبتدابير لحل الأزمة الوطنية الكبرى اللي نحن عم نعيشها. هناك من قال بأنه يمكن اختراع بعض التدابير أو الإجراءات التي قد تفيد اللبنانيين بمعزل عن الكلام عن سلاح حزب الله وعن احتلال إيران للبنان. نحن عن قناعة نعتبر بأنه هذا الاحتلال
هو يعني مفتاح العقد، هو المفتاح الحقيقي لحل الأزمية اللي موجود فيها لبنان اليوم. وإذا ما رح نجمع اللبنانيين حول هذا العنوان لا يمكن تحرير هذه الدولة، ولا يمكن أن يكون هناك حل معيشي اقتصادي مالي سياسي للبنانيين. مروان حبيب خارج القضبان في لبنان، وراء القضبان في ميامي. بعد الفاصل. هل الموازنة في طريقها إلى الإقرار؟ وما مدى دستوريتها من دون انعقاد مجلس الوزراء؟ ومن أين مصدر تمويلها؟ وماذا عن الدولار الجمركي وانعكاسه على ارتفاع الأسعار؟ نقطع السطر يفتح الملف مع البروفيسور مارون خاطر، الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية، ومداخلة للنائب محمد الحجار ومعنيين، الاثنين بعد نشرة أخبار الثامنة والربع، مع نواليشا عبود عبر صوت لبنان. في منشات المساء، حوار ودورة استثنائية وخلطة سجالات وحكومة معلقة. هل سلك حزب الله طريق اللاعودة مع الحكومة والخليج؟ إلى متى سيقبل ميقاتي بتكبيل حكومته؟ وهل أخذت السلطة قراراً بتطيير الانتخابات؟ القراءة مع الأستاذ الجامعي العضو في عمية 17-20 الدكتور علي مراد. منشات المساء بعد نشرة أخبار الخامسة والربع، إعداد وتقديم دعاء حمصي فرح. غادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مصر للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ. انتخبت نقابة أطباء الأسنان في بيروت مجلس نقابتها بعد الدورة الفضيحة التي انتهت حينها بإشكال خلال عملية فرز الأصوات، ما تسبب بكسر صناديق الاقتراع وبالتالي بإلغائها. وفاز بالانتخابات الدكتور رونالد يونس بمنصب نقيب، ومعه من لائحته النقابة تنتفض 3 أعضاء مقابل 6 مقاعد من لائحة معا للإنقاذ. أعلن موظفو نقابة المهندسين في بيروت وفروعها التوقف عن العمل اليوم لتعذر صدور قرار عن مجلس النقابة يعطي الموظفين حقوقهم المطلبية، واستثنى الموظفون من إضرابهم الموافقات على طلبات الاستشفاء حصرا. ألقت الشرطة الأمريكية القبض على اللبناني مروان حبيب بتهمة اقتحام غرفة فندق ومحاولة اغتصاب سيدة تمكنت من صده والدفاع عن نفسها في ميامي. وقد حصل التعارف بين الاثنين صدفة في أحد المتاجر حيث تبادلا رقمي الهاتف، إلا أن حبيب قصد الفندق وأقنع مكتب الاستقبال لإعطائه مفتاح غرفتها. يذكر أن مروان حبيب مدرب كرة طائرة في لبنان، واستطاع الإفلات من عدة دعاوى تحرش جنسي أمام القضاء اللبناني. من أخبارنا العامة، فاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي من الجولة الأولى للدورة النيابية بحضور جميع نواب الكتل السياسية، وأعلن الحلبوسي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. بعد عملية اختطاف سفينة روابي الإغاثية من قبل ميليشيات الحوثي، طالبت الإمارات بإطلاق سراحها فورا، خصوصا وأنها تحمل مساعدات طبية ومعدات للمستشفى الميداني. توفي 10 أشخاص على الأقل بسبب سقوط كتلة صخرية فوق قوارب في بحيرة فورناس السياحية في جنوب شرق البرازيل. عثرت شرطة مقاطعة أورنج على الممثل الكوميدي بوب ساجت ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية. واشتهر ساجت 65 عاما باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التلفزيونية فول هاوس. والآن إلى صفحة الرياضة مع رومان تنوس. بأخبارنا لليوم، ضمن منافسات الجولة 20 خلال فعاليات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا، فاز نادي ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة 4-1. وضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم،
فاز لانس على ران بنتيجة 1-0. محليا ضمن منافسات جولة 9 من الدوري اللبناني لكرة القدم، فاز شباب البرج على الحكمة بنتيجة 6-0 على ملعب العهد، وبمباراة أخرى فاز الأنصار على الصفاء 2-0، كما فازت رابلس على سبورتنج الرياض 3-0 على ملعب حمدون. إلى ذلك قرر الاتحاد اللبناني لكرة السلة تأجيل المباراة اللي كانت مقررة أمس بين نادي بيروت والشانفيل لنهار الثلاثاء 11 الشهر الساعة 7 على ملعب مجمع الشياح الرياضي. وإلى صفحة الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع حرارة تصل إلى 18 درجة، أما الرياح فجنوبية بسرعة تتراوح من 30 إلى 50 كيلومتر ساعة، ونسبة الرطوبة 49%. تذكير بعناوين النشرة: الحوار يصاب برشح وزكام جنبلاط، بدء مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية، أو التغيير بيصير بالسياسي قبل الانتخابات بحيث أن نذهب إلى انتخابات رافعين عنوان واحد اللي هو رفع الاحتلال الإيراني على لبنان، أو ما في جدوى لهذه الانتخابات. الدولار السياسي 9000 أو 40000، المدارس الرسمية مقفلة والخاصة نصف نصف. ختام النشرة، إلى اللقاء.